في تفصيله في بوبو لازم تبقى الناس برضه عشان تبقى موجوده معانا في الصوره. بوبو مش هيجي النادي الاهلي الا في حال رحيل احد لاعبي خط الوسط. عندنا حمدي فتحي وعندنا ديانج وفي مفاجاه كمان عمرو السوليه، يمكن دي اول مره الناس ممكن تبقى تعرفها. عمرو السوليه بيفكر بشكل كبير جدا في نهايه الموسم اللي هو هيطلع السنه الجايه للخليج رغبه منه، يعني عشان واحده واحده يا جماعه طبعا مش كله هيمشي مره واحده، مش كل ده هيمشي، هو لعيب واحد بس اللي هيمشي. يعني اليو ديانج بيتم تسويقه؟ لا مش بيتم تسويقه، اليو ديانج عنده عروض اوروبيه من وكيله بيعرضها على النادي الاهلي. كمان عنده ورغبه اللاعب ايه؟ الاحتراف في اوروبا، عايز يحترف، ده ما فيش كلام. ديانج عايز يحترف بقاله سنتين، بقاله سنه واكتر يعني. حمدي فتحي الوقره يعني تراجع عن فكره، بس حمدي مش هيحترف، تراجع عن فكرة العرض الرسمي بالشراء وبقى استعارة لمدة موسم واحد مقابل 2 مليون دولار. رقم ثلاثة عمرو السولية هو اللي ذات نفسه لعيب بيفكر بشكل كبير جدا اللي هو يطلع لأحد الدور الخليجية، قد يكون الدور السعودي. رغبة منه في نادي ايه؟ أحد أندية الدور السعودي في الدور الممتاز يعني. بس لم يتم الإعلان عن اسم النادي. هو ذات نفسه دي رغبة، دي رغبة من اللاعب. هو عايز يطلع، هو بالتأكيد عنده عرض يعني، فهو عايز السنة دي أو السنتين يعني دول مثلا ياخدهم في الدوري السعودي. بس الرغبات حاجة وإن يكون في عرض في الكواليس حاجة تانية. مش هيقول عشان بس نقول التصريح بالزبط. مش هيقول الرغبة كده. أنا مش هقول الرغبة للنادي الأهلي، مش هيوصلها للمسؤولين النادي الأهلي غير لما أكون أنا واثق إن أنا عندي عرض قوي جدا ومستلم عرض قوي جدا. قد يكون عمرو السولية الاقرب للرحيل من النادي الاهلي حال موافقه المسؤولين النادي الاهلي، خاصه لعوامل كتير جدا. منها عامل السن، منها يعني مكافاه نهايه خدمه للسولية. السولية قدم بشكل مميز جدا وكان احد اللعيبه المؤثره في النادي الاهلي وحقق كثير من الانجازات ومسيره مميزه. واللي انت تعوضه بلعيب مميز زي محمد رضا بوبو، لعيب مميز جدا، لعيب صغير في السن، لعيب قوي، عنده كل الامكانيات المتاحه. فبالتالي مش دي المشكله في النادي الاهلي، خط الوسط مليان. احنا لا بس نسلين. لو مشي عمرو السولية وديانج مصمم على الرحيل، ممكن برضو ان هو يبقى يمشي، فبالتالي مشكلة. انت هتبقى محتاج ان انت تجيب لعيبه تاني. يعني هيبقى عندك بوبو وهترجع كريم نيدفيد، وانا كلمت يعني حد قريب بالزبط. من كريم نيدفيد عكس كل ما اتقال في الصحافه ان كريم مش عايز يرجع الاهلي، لا كريم مرحب جدا انه يرجع الاهلي، شايف ان هو هيبقى ليه فرصه مع مارسيلو. هل في تواصل ما بين مسؤولي النادي الاهلي وبين كريم نيدفيد انه يرجع تاني؟ طبعا في تواصل. انا بقول لك كلمت حد قريب جدا من كريم، اكد لي ان كريم ما عايز يرجع، في رغبه كبيره. أيوة جدا ايوه، رغبه اللاعب حاجه وتواصل النادي الاهلي عايزه يرجع لانه اتطور كتير في الفتره الاخيره مع فيوتشر. كمان كريم عنده المرة دي فرصة ورغبة يرجع عشان شايف ان هو ممكن يتطور اكتر مع كولر، لان احنا لو شفنا كولر طور لعيبة كتير جدا في النادي الاهلي، محمد هاني، بيرستاو، حسين الشحات، كريم فؤاد، طبعا ربنا يشفيه ويرجع لنا تاني. هو خلاص ابتدى اعتقد التدريب التأهيل تمام، لكن انا بقول لك ان هو كريم فؤاد كولر بالظبط، اكرم توفيق واكرم توفيق هو اكرم توفيق، لكن كولر طور لعيبه كتير جدا، ففي رغبه عند لعيبه كتير انها ترجع النادي الاهلي. في لعيبه في وسط الملعب في النادي الاهلي كتير جدا معاره، في برده عمار حمدي تمام برده بيحاول ان هو يثبت نفسه، والنهارده هو سنه صغير اعتقد هدف في بيراميدز والاتحاد السكندري. فبالتالي في لعيبه هتديك فرصه واريحيه ان انت يبقى عندك اختيارات. طب ايه تاني اسماء ممكن يعني نكمل خلينا بس نسجل عمرو السولية طبعا ده على عهدة بلال بقى. ايوه، وعندنا اليو ديانج مش مشكله اليو ديانج جاي له عروض، وعندنا حمدي فتحي احتمال الوقره تراجع عن حمدي فتحي مش تراجع خلاص يعني لا 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 الوقره تراجع عن عرض البيع الشراء النهائي. هيقدم عرض استعاره لمده استعاره يعني في بيع. طب يا جماعه احنا لغايه دلوقتي اللعيبه اللي المفروض ان هي مش مكمله مع النادي الاهلي، ودي تصريحات ليه رقم 10 حصريه، عمرو السولية مش مكمل معانا، اليو ديانج مش مكمل معانا، مش لا حمدي فتحي عشان نكون استعاره. رغبه عمرو السولية الرغبه،
اللي هو عايز يطلع للدوري السعودي او احدى الدوريات. ما انا سالتك سؤال لا يا استاذ بلال قلت لك والله يا ده انا صريح هل فقط رغبه ولا في عرض؟ قلت لي مش هيبقى في رغبه ضد القوية. احنا بنمشي فيها كلها قبل ماتش مصيري. احنا دلوقتي بس عشان ايه مباراه طبعا النهائي يعني الوداد عشان خاطر الناس ما تتشتتش ان احنا عايزين نفضي النادي الاهلي. لا هي الفكره كلها ان ممكن يبقى في رغبه عند عمرو السوليه زي ما بيقول اخونا بلال، لكن النادي الاهلي مش كل لعيب عنده رغبه هيحققها له بالظبط. ما هو برضو في برضو النادي الاهلي يعني في طيب بعيدا في ناس عن عمرو السوليه خلينا نتكلم في الناس اللي جايه بلاش الناس اللي مش طب اقول لك حاجه أليو ديانج بنسبه كبيره ان هو مش معانا مش مكمل الموسم اللي جاي صح كده. محمد رضا بوبو هيخش مكانه تمام. ده اللي انا قلت في الاول عظيم جدا يعني محمد رضا بوبو بدل أليو ديانج السنه اللي جايه بنسبه مثلا 80%.